السلام عليكم ورحمة الله. أنا عزيزة ميدان، أخت المعتقل المفرج عنه وصبيحة هذا اليوم الشيخة ميدان، اللي مهم تم إطلاق سراحه اليوم بعد مرور 5 سنوات من السجن ومن التعذيب ومن يعني الوسائل الإجرامية اللي متعودين عليها من طرف الاحتلال المغربي. وهذا بطبيعة الحال ما هو عليه، هو وحده على الصحراء كاملين، يسوى من المعتقل، يسوى المعتقل في السجن الصغير ويسوى المعتقل في السجن الكبير. وبصفتي كأخت وكشقيقته وبصفتي نمثل عائلته ونمثل الشعب الصحراوي، نتكلم ونهدد السلطات المغربية على يعني أن هذا التعسف الجبان اللي داروا مع الزيار اللي داروا لنا أمام منزلنا، اللي ما خلاو حد يجي يبارك لنا على اطلاق سراحه. رانا نهدوهم من ذا المنبر، من ذا المنبر، ونقول معهم الا ما خلاونا نديروا نستقبلوا في الدار، رانا نستقبلوا في الشارع. من هذا ناكد لهم على اللي خلق استقباله زين كيف يبقى الشعب الصحراوي. احنا ما نخلو له هذه 5 سنوات الشعب كامل الصحراوي، ما اللي يخلي هذه 5 سنوات اللي تعرضوا فيها للتعذيب، ما اللي يخلو ضروري يخلوها ما تمر الا ما فرحوا به. هذا ناكد من ذا المنبر ونعلهم على ان التدخل الجبان اللي وقع اليوم، على انه راه مول يمشي هكاك، وعلى انه ناكدوا على انه راه نولي نستقبل باحسن استقبال، وراه الا ما استقبلناه في الدار نستقبله في الشارع. وهذا ناكد عليها وناكد عليها مره ثانيه، يعني الا ما خلق في الدار اللي يخلق في الشارع، وكل وطن والشهاده.